دشن المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا مبادرة كاميرا بحرينية، والتي نفذتها وزارة الإعلام ضمن مهرجان البحرين السينمائي، وذلك في سينما مجمع السيف. بهذه المناسبة أعرب سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام عن خالص شكره وتقديره للفريق أول، معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا على دعمه ومتابعته لتنفيذ مبادرات الخطة بما يسهم في تحقيق أهدافها المنشودة. وأكد وزير الإعلام أن مبادرة كاميرا بحرينية مشروع يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، يشارك فيه 18 مخرجا بحرينيا وعشرة كتاب بحرينيين وأكثر من 100 فنان ومبدع بحريني، وذلك بهدف خلق تجربة سينمائية مختلفة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهات الحكومة لتمكين الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات وتنمية قدراتهم الإبداعية وصقل مهاراتهم ومشاركاتهم في صنع القرار والتميز في قطاع الإبداع والابتكار وتعزيز الانتماء الوطني. أضاف سعادة وزير الإعلام أن مهرجان البحرين السينمائي يأتي هذا العام استكمالا لدور وزارة الإعلام في تعزيز صناعة السينما ودعم مجالاتها والحرص على تطوير المواهب الوطنية، بما يتوافق مع جهود المملكة في دعم صناعة الأفلام لتعزيز الإنتاج المحلي. من جهته أكد العميد محمد بن دينا المشرف العام على المكتب التنفيذي لبحريننا أن مبادرة كاميرا بحرينية تأتي تجسيدا لقيم الفخر والاعتزاز النابعة من الرؤية الملكية السامية، والتي تمثل المنطلق الأساسي لبحريننا، منوها إلى أن دعم ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه الرؤى وإطلاق هذا المشروع الفني والوطني. حقيقة مهرجان البحرين السينمائي خاص ليلة لإبداعات الشباب البحرينيين، ما يعني يثبت الدعم اللي يحصل عليه الشباب من قبل الجهات الحكومية وتحديدا من وزارة الداخلية وزارة الإعلام. في المناسبة ودي أخص بالذكر معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة باعتبار الدعم الأول للخطة بحريننا، وكونها جزء من تنفيذ الرؤى اللي حطها سيدي جلالة الملك للنهوض بالشباب البحريني بإبداعاتهم، بإبراز الطريقة اللي هم يعبرون فيها عن نفسهم، عن ثقافتهم، عن منجزات مملكة البحرين في مختلف المجالات الإبداعية. مثل هذه الأفلام يتوصل رسالة للشباب المشاركين وأيضا للمجتمع اللي يستمع واللي يطالع مثل هذه المبادرات أو هذه الأفلام. تم ترجمة قيم بحريننا، قيمنا إحنا كمملكة البحرين، قيم الوطن من خلال رؤى وتنفيذ وإنتاج لمجموعة من الفنانين، الكتاب، المصورين والمخرجين. اليوم إحنا اجتمعنا، احتفلنا فيهم، العمل ذي مستمر، هناك أكثر من 107 مبادرات ما وصلنا إليه اليوم من إنجازات لم تكن لتستمر لولا اهتمام ومتابعة وإشراف وتوجيه من معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية بحريننا، وأيضا دعم وزير الإعلام سعادة الدكتور رمزان.